بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيراً سيدي فضيلة الإمام والسادة الأئمة الحاضرين جميع الحضور، رفع الله قدركم جميعاً. كانت دعوتكم دعوة كريمة، ويعلم الله أن القلب يسبق البدن، فالقلوب تسبق الأبدان إلى مثل هذه الأمكنة المباركات. فأسأل الله عز وجل لنا جميعا حسن الختام. عنوان الدرس: قوارب النجاة. أيها الإخوة الكرام، كلنا ممتحنون، كلنا مطالب بأن يحقق براءته أمام الله يوم لا ينفع مال ولا بنون. وقد قال في آخر ما أنزل في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آية واضحة، كلنا مطالب بأن يفكر في ذلك اليوم الذي نودع فيه هذه الحياة، وهذه الحياة قصيرة ولو طالت. قال أحد الحكماء: الدنيا أقصر من أن نقصرها، هي قصيرة جداً، والحياة الأبدية تبدأ بعد الوفاة، رحلة الخلود. والدنيا عامرة بالمفاجآت، عامرة بالابتلاءات، عامرة بالهزات، عامرة بالزلازل التي لا نحصيها عددا. وقد أنبأنا ربنا في محكم التنزيل كما في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن نحن مبتلون، يبتلين الله بما يشاء، ألف، يبتلين الله متى شاء، باء، يبتلين الله كيفما يشاء. وقد قال في سورة البقرة في الآيتين 155-156: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن في هذه الحياة كلنا معرض لهذه الابتلاءات التي لا نعرف طبيعتها ولا قدرها ولا مدتها، لا نعرف شيئا من ذلك، كل ذلك في غيب الله جل جلاله. ولكن ربنا أرشدنا إلى قوارب النجاة لنسلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله حسن الختام لنا جميعا. أركز على بعض هذه القوارب فلتكن خمسة. القارب الأول الأساس هو الإيمان. لا يمكن أن نحقق النجاة إلا بالإيمان. نقرأ مثلا في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن المشكلة كبيرة جدا،
من لم يؤمن هو على خطر عظيم. لذلك جاءت الآيات تترى تؤكد على أمر الإيمان، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ربنا قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. بعد الإيمان به أفردناه بالعبودية. الإيمان أولاً. ربنا قال في سورة البقرة في الآية 256: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، هذه لا إله تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلا الله إثبات. حينما نقول لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات، لا إله نفي الألوهية عن الجميع، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. ولا إله إلا الله تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى آخر الآية. إذن فهمنا قطعا بأن الإيمان هو الركن الركين، هو القارب الأول للنجاة. ولا واحد منا يقول نسلك هكذا برك، يجي الدنيا يأكل يشرب يكبر يدير تجارة يموت يصلي عليه يقول أنا نسلك. لا، لابد، هذه هي، هذا هو طريق النجاة، طريق السلامة، المنطلق من الإيمان. لذلك سبحان الله هذه الآية العجيبة، ربنا يقول فمن يكفر بالطاغوت. أنتم تعرفون أن اللغة العربية قررت أن الزيادة في المبنى تساوي أو تؤدي إلى الزيادة في المعنى. ربنا لم يقل فمن يكفر بالطاغية، الطاغية هذه الكلمة لا تملأ الفم، ولكن الطاغوت تملأ الفم. ولأهل اللغة بيان معمق في هذه اللفظة القرآنية، وقد عالجها العديد من علماء اللغة، بدءاً من الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب أول معجم في العربية، وهو معجم العين، وهو صاحب كما تعلمون الذي اكتشف واخترع في الحقيقة ما يسمى بعلم العروض، البحور الشعرية. هذا القطب الكبير صاحب المعجم الكبير معجم العين، أول معجم في اللغة العربية، ثم جاءت المعاجم بعد ذلك تترى، يعني الجرجاني وغيرهم من علماء اللغة يؤكدون على اللفظ القرآني وما يتميز به من مقاصد ومعاني ودلالات. أعود إلى الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة واضحة، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والأصل الأصيل الذي جاءت به الكتب السماوية هو هذا، جميع الكتب السماوية، جميع الأنبياء كلهم جاءوا بهذا الأصل الأصيل، أن الله واحد. والأدلة كثيرة، في مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وآيات كثيرة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء الآية 92: وأن وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون الآية 52. والآية كثيرة تؤكد على هذا المعنى، على هذا الأصل الأصيل.
إذن ما دام آمنا بالله سلكنا الحمد لله. وعلى بالكم يا خوتي، ممكن واحد يعرف كلش في الدنيا هذه ما يعرفش ربي، مسكين. إذا كان يعرف كلش مهما ارتقى وسمى في العلوم والمعارف ولكن ما يعرفش ربي، مسكين، هذا على خطر عظيم. ونحن أمرنا بأن نبشر بدعوة الحق جميع الخلق، لذلك قال ربنا في سورة النحل الآية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الإيمان القارب الأول. القارب الثاني العلم. العلم هذا يزيد في الإيمان، والعلم هذا ماشي حتى واحد يعني نتصوروا باللي المدرسة ولازم الكراس ولازم، لا، كي نقراوا التاريخ وعلماءنا ما كانوا يقرؤون هكذا، كانوا يحضرون مجالس العلم وكانوا وخلد التاريخ آثارهم. من أراد أن يقرأ فليقرأ كتاب مثلا سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. حينما نقول الإمام الذهبي، هذا القطب، هذا الجبل الكبير من جبال العلم، نقرأ العجب في هذا الكتاب القيم، ونقرأ في كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل للمحقق عبد الفتاح أبو غدة، ونقرأ أيضاً كتاباً آخر له تحت عنوان قيمة الزمن عند العلماء. هذه الكتب تعطينا الكثير من الأدلة القاطعة التي تثبت لنا أن أي واحد بغي يقرأ يقرأ. أجدادنا كانوا يقرأوا في ثمامرين الزوايا، ما كان فيها لا شهادات ولا شيء. الآن هناك مناطق ما زالهم بهذه الطريقة. طبعاً لا أقول أننا نستغني عن هذه الطرق المعاصرة العصرية، ولكن نريد العلم المتين، العلم المتين الذي يقتضي من صاحبه الصبر الجميل والنفس الطويل كما كان يفعل أجدادنا وعلماؤنا سابقاً. وأنا أذكر هذا الكلام عن العلم والعلماء، دعوني نتكلم عن إمام الجزائر ابن باديس. عاش أقل من 51 سنة، يعني يضرب كل يقرأ تاريخه يقول هذا عنده 90 ولا 100 سنة، عاش 51 سنة إلا قليل فقط، وترك ما ترك، والأدلة كثيرة لا نحصيها عددا. صاحب جمع الجوامع تاج الدين السبكي، عاش 44 سنة فقط، وخلف كتاب، وهو توفي سنة 771 للهجرة. تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع في علم الأصول توفي سنة 771، من شيوخه الإمام الذهبي الذي ذكرناه، من شيوخه زينب بنت الكمال في علم الحديث، هي التي درسته علم الحديث، امرأة شهيرة عالمة في علم ميراث النبوة. عاشت، هي عمرت، عاشت 94 سنة. وإذا عدنا إلى كتاب جمع الجوامع، هو خلاصة كما قال هو في المقدمة زهاء 100 كتاب في علم الأصول. يعني تصوروا معايا، قرأ 100 كتاب وأعطانا خلاصة في كتاب جعل اعتبره علماء الأصول من أرقى وأجمع وأكمل كتب الأصول في التاريخ. يكفيه شرفاً أنه لخص زهاء 100 كتاب.
طبعا وأنا أذكر هؤلاء أو بعض الترجمة لهؤلاء الأعلام باش نعرف أقدارهم. إمام دار الهجرة ترجم له الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء رقم الترجمة 189. يعني حينما نحكي عن هذا الإمام مالك صاحب الموطأ، قال عنه الإمام ابن خلدون في كتابه المقدمة في الصفحة 940 افتح القوس: وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة، أغلق القوس. معنى حينما تحدث عن تاريخ تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر طرق التدوين، طرق التأليف، ثم أفرد الإمام مالك صاحب الموطأ بالحديث، فقال: سيد وسيد الطريقة الحجازية بعد السلف. انظروا إلى هذا الأدب السامق، بعد السلف الإمام مالك عالم المدينة. هذه الترجمة نقرأها في رقم 189 في كتاب سير أعلام النبلاء. أما كلام ابن خلدون في مقدمته في الصفحة 940 وما بعدها، وهو يحدثنا عن تاريخ العلوم التي ظهرت، علم الأصول ذكر ذلك في الصفحة 412، وعلم الحديث ذكر ذلك في الصفحة 936، و940 تحدث عن صاحب الموطأ عن الإمام مالك. وإذا تحدثنا عن الإمام السيوطي المعروف جلال الدين السيوطي، عند العلماء يعتبر من كبار العلماء الذين خلفوا ميراثا علميا زاخرا، عنده أكثر من 300 كتاب. تصوروا معايا إنسان بنادم، بشوفوا البركة، بنادم تارك، طبعا ما عندوش الوسائل كما درك، الآن فيه وسائل التكنولوجيا والإعلام الآلي والتسجيل الآني والتفريغ والترجمة، كل شيء كاين. بكري لا ما كانش، عندهم كوراج كبير، عندهم شجاعة، عندهم صبر، عندهم طول النفس، كل هذه معاني نذكرها ونذكرهم أيضا وندعو لهم. فهؤلاء ربنا علمنا في سورة الحشر أن نقول في الآية العاشرة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والفضل للسابق وإن أحسن اللاحق. لا يمكن لدارس علوم القرآن الاستغناء عن كتاب الإتقان في علوم القرآن لصاحبه جلال الدين السيوطي الذي خلف أكثر من 300 كتاب، وحينما حج كما قال في كتابه حسن المحاضرة، حينما حج باش يشرب ماء زمزم، يا أخي ماء زمزم لما شرب له، دعا ربي، قالوا: يا ربي أرزقني مرتبة كمرتبة البلقيني سراج الدين في الفقه، ومرتبة كمرتبة الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وصاحب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، اللي هو الحافظ ابن حجر العسقلاني في الحديث. يعني حبيت نقول صاحب الهمة العالية رغم أنه بلغ شأوا كبيرا مرتبة عالية، ولكن كي شرب ماء زمزم دعا ربي باش يعطيله مرتبة كيما البلقيني سراج الدين في الفقه وفي الحديث
مرتبة نتاع ابن حجر العسقلاني. علاش قلت هذا الكلام؟ باش نقولوا القناعة في العلم مرفوضة، يعني الإنسان لازم يقرأ يقرأ حتى يموت، ما يلزمش يربطها بالشهادات، إذا جاب الشهادات الله يعينه، ولكن يقرأ ويقرأ حتى يموت. الإمام البيروني قبل ما يموت بلحظات سمع للعواد نتاعو اللي واقفين على راسه، جاو يزوروه يلقنوه الشهادة باش ما ينساش لا إله إلا محمد رسول الله. يقول لك الموت تعطي الراحة، كي سمع لهم يتناقشوا في مسألة قال لهم كي تلقوا الجواب أعطيوا لي الجواب. قال له واحد واش تدير به انت راك رايح تموت؟ قالوا على المعلومة هذيك قالوا أحب أن ألقى الله وأنا أعرفها أفضل من أن ألقاه وأنا أجهلها. وبعد لحظات راح للآخرة. هذا الإمام البيروني، وقد ترجم له عبد الفتاح الذي ذكرناه قبل حين في كتابه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وقد ذكر في متن تلك الصفحة كلمة للمؤرخ الفرنسي الشهير اسمه سخاو. ماذا قال عن الإمام البيروني؟ قال هذا أكبر عقلية عرفها التاريخ. إذن العلم بلا حدود، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العقل أنا أحرزت رايته، وقال العلم أنا الرحمن بعرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. وصدق الله إذ يقول وقل ربي زدني علما. العلم ربي قال في سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اللي يتعلم يقرأ وينظر ويتأمل ويتدبر في كتاب الله المفتوح اللي هو الكون، وفي كتاب الله المسطور اللي هو القرآن، يسلك اقرأ هذا وقرأ هذا. كي تقرأ القرآن هو الذي يرشدك باش تقرأ الكون، تقرأه. ليس شرطا أن تكون عالما من علماء الفلك، ماشي حتى تقرأ الأسترونومي باش تفهم، لا لا، بعينك برك، بعينك تدبر تأمل توحد ربي في هذا الكون الفسيح. لذلك آيات كثيرة تخاطبنا جميعا، الآية اللي سمعتها في سورة فصلت الآية 53، في سورة ياسين الآية 36 ربي قال سبحان، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. هذه يعرفها الفلاح ولا لا؟ لا، اللي عنده الانجينيور في الأجرونومي، واللي ما عنده والو يشوف بركي وحد ربي في الإنسان في الحيوان في عالم الذرة في جميع العوالم، ما نعلم وما لا نعلم. ولكن ربي قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. باش ما يجيش واحد يقول لك دروك عرفنا كلش، لا لا، مهما تطورت العلوم وما أوتيت من العلم إلا قليلا. في هذه الآية 36 سورة ياسين ربي قال ومما لا يعلمون،
والآية 36 من سورة ياسين تساوي الآية 49 من سورة الذاريات. ومن كل شيء خلقنا زوجين، هذه صيغة الاستغراق والشمول كل شيء. لو كان نرجع شوية اللور في سورة الذاريات الآية 7، ربي قال والسماء ذات الحبك، انظر في السماء توحد ربي. الآية رقم 20، واش قال ربي؟ وفي الأرض آيات للموقنين، للموقنين. وصدق ما ورد في الشعر اللي يقول أحببتك يا أرض من يوم علمت أنك أمي، من يومها أشكو إليك همومي. أحببتك فتعلمت منك الكثير، علمتني يا أرض فن الممات، ومن بعد الموت كيف الحياة، علمتني كيف أحب أحزاني وأبعد من قلبي العدوان، علمتني كيف أدفن أشجاني، علمتني شروط الإنسان. يعلمني فارس الميدان رفع الورود، يعلمني انفجار البركان فك القيود. هكذا عرفتك وفية تحبين، وفية ترعين كل العهود، وفي وجهك قرأت أسمى معاني الخلود، وفي صفحاتك قرأت أسمى معاني الخلود، وأسمع صرخاتك تدوي دوي الرعود، تنادين الناس للصلاة لجلال السجود، دمت للناس خير أم رعاك رب الوجود. هذه الأرض، هذه الأرض اللي احنا عايشين فيها، نبنيو عليها حضارة، نبنيو عليها مساجد، نبنيو عليها السكنة، نبنيو عليها مصانع، ناكلوا منها يا هكذا، نزرعوا ناكلوا منها، ونهار اللي نموتوا العائلة تقول لك روح تروح، والأرض تقول لك مرحبا بك مرحبا بك. كي كنت فوق الأرض تطلب اف 5، دروك نعطي لك اف 1. يا اخي كي نموتوا عندنا غير حفرة. معنى هذا الأرض لازم نحبوها، لذلك اجدادنا يحبوا تراب، يحبوا الأرض بين قوسين. بكري ما يقبلوش هذا، واش رانا نديروا دروك حنا قطعة أرضية كي يورثوها يديروها باطمة، هي صالحة للفلاحة، باش يغرسوها الشجر؟ لا لا، يغرسها بيطون. علاه الربح السريع؟ يقولك باش نغرس الشجرة، وقتاش تكبر الشجرة، وقتاش تعطي الغلة. أما كي نديروها بيطون، نديرو الكراجات، ثم نربحو، والشركات كتع على روحك وتتهنى، خطيك من الفلاحة. علاش قلت هذا الكلام؟ هذه نوجه رسالة للجان الشباب، سمحوا لي يا شباب، الأرض الفلاحية ما تزرعهاش بيطون، هاو ماشي مليح. هذا التراب أجدادنا ربوا عليه الكبدة. نغلق القوس، خايف نحبس بركة هنا. يلا العلم، وصلت الرسالة؟ ما شاء الله. إذن ذكرنا الإيمان قارب النجاة، ذكرنا العلم وبلا حدود، بلا حدود. وكلما يزداد العلم كلما إن شاء الله الإيمان يزداد. وسمعت الآيات. رقم 3 العمل، هو الخدمة، الخدمة للزوج، للدار الآخرة والدنيا. ربي درنا الميزان، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. علاش ربي بدأ بها؟ خطر هي حياة الأبدية، هذه قصيرة، اللي عاش 70 سنة، 80 سنة، 20 سنة، 100 سنة يموت، وكلنا إلى ذلك المصير. تنتهي أعمارنا بشهيق أو زفير، ولكن الحياة الأبدية راهي لهيه بعد الموت. تقرأوا كامل في سورة الزمر الآية 73 وما بعدها، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أو سلكوا هذو يسعدهم، مش كما الآخرين هذوك راهم اللور. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم، قضية الإيمان، ألم يأتكم رسل منكم
الآية 25 من سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن لا مجال للشرك. جميع النبوات، جميع الرسالات كلها جاءت بهذا الأصل الأصيل: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين. وبعدين كيجي المؤمنين، الله يبارك، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، زمراء، جماعات جماعات، كما كانوا يتعاونون على الإيمان وعلى العبادة وعلى الإعمار في دار الدنيا، ربنا سيجازيهم فيدخل الجميع الجنة زمراء زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين خالدين. شفتوا الخلود؟ وقالوا الحمد لله. شفتوا النجاة؟ أو واحد كيسلك ماشي يحمد ربي ولا لا لا، ها واحد من الناس اللي كورونا يقول الحمد لله من كورونا برك، داروا له الأكسجين، كي بدا يتنفس طبيعي يقول ربي الحمد لله وليت بنادم وقيل ما نموتش. هو الموت كاينه كاينه، تأجيل فقط. هذه الحمد ربي على كلش، نعم، ولكن الحمد لله الكبيرة هو ماشي درك ليه كي نسلكوا، خطر هنا حتى كي نكونوا سعداء هناك ما ينغص سعادتنا ولا لا لا. تلقى واحد عنده 20 كاميون، عنده مصنع ودخلوا 19، الكاميون رقم 20 ما دخلش اون بان ويتقلق ولا لا لا، هذا هو بنادم. وأشياء أخرى، والدنيا معمرة بالمفاجآت. الشافعي الله يرضى عليه كي قال لهم: من واجب الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والدهر في صرفه عجيب، ولكن غفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب. الدنيا معمرة بالمفاجآت، لذلك هذوك أهل الجنة واش يقولوا؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كملنا العلم، العمل، الخدمة، حد يخدم الدنيا والآخرة يعمرهم في زوج، العبادات والطاعات والقربات، وفعلوا الخير، سورة الحج الآية 77، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، سورة التوبة الآية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الخدمة هذه درجة ثالثة. العرق، واحد لازم يعرق هكذا، ويلي فرانسك سوسوذي وسين مدنا سيدي لقدي شروثيدي. القارب الرابع وهو مهم جدا، المثل الذي قلته ترجمة تاعو واش معناتها؟ معناه ويني فرانسك، ويني بغا يكون، اللي بغا يكون عنده قيمه ووزن في المجتمع وكذا وكذا، حتى الناس يقولوا يا سيدي، هذاك الخدام يقول لك لازم العرق إلى قضي الشروثيذي، لازم يمسح العرق نتاعو، معناه لازم يتعب. يلا الآن روحوا القارب الرابع ما قبل الأخير، ما هو؟ هو الصبر. خط لو كمان صبروش نتعبوا، وعلى بالكم تعرفوا في الدنيا هذه كان اللي خدم 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 من بعد حبس، ممكن يدير الخيرة 25 سنة يخدم الخير، جاء واحد النهار حبس، تقولوا علاش تحبس؟ يقول خلاص يا عجبا نخدم الخير وهما يرجعوا لي بلا ما نقولوا حاجة أخرى، ما كانش اللي يستعرف وما كانش، دغاي ديغوتي يحبس. ها
هو راحت المسكين. نسى الآية 110 من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يروح ليه؟ يديرها لله، مخلصين له الدين. سورة البينة الآية 5، اتفقنا؟ إذن هذا هو المهم، لازم يخدمها لوجه ربي. ربي قال في سورة الأنعام الآية 162: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، مخلصين له الدين. قلنا في سورة البين الآية 5، في سورة غافر الآية 14، وفي سور أخرى تكررت في الخلاص وفي الإخلاص. الصبر هذا جماعة الخير مليح. علاه؟ خطر ربي قال، واش قال على الأنبياء؟ لو كان نحكيو على الأنبياء كامل صابرين، وكما صبروش ما يبلغوش الرسالة، أليس كذلك؟ ناخذ على سبيل المثال، نبدأ بأيوب في سورة صاد الآية 44، واش قال ربي؟ إنا وجدناه صابرا. سيدنا إسماعيل في سورة الصافات الآية 102، واش قال ربي؟ واش قال سيدنا إسماعيل؟ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سيدنا يعقوب كي جابوا له خبر بلي يوسف كلاه الذيب في الآية 18: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في الآية 83 من سورة يوسف زاد سيدنا يعقوب قالها: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف الآية 35: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وحنايا واش قالنا ربي سبحانه كامل الآية 155-156 سورة البقرة: وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإليه راجعون. واش قال ربي في سورة الزمر الآية 10: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن هذا قارب كبير من قوارب النجاة. أكتفي بهذا البيان، والسلام عليكم ورحمة الله.